عملائنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في تقرير جديد من One Financial Markets في دبي، اليوم الثلاثاء 17 أبريل 2018. كما تحدثنا يوم أمس، طبعا كان أنظار المستثمرون تتجه إلى معدل الدخل البريطاني. لماذا هذا الخبر مهم جدا؟ لأن هذا التقرير يعطي ملامح أو احتمالات رفع سعر الفائدة من المركز البريطاني للاجتماع القادم في مايو 2018. طبعا صدرت هذه البيانات وجاء معدل الدخل البريطاني بإيجابية عند مستويات 2.8%، ولكن ما زلنا ننتظر تأكيد أكثر من بيانات التضخم التي ستصدر يوم غد. طبعا معدل أسعار المستهلكين البريطاني أيضا يعطي يعني يوضح الصورة أكثر فيما إذا كانت الاحتماليات ستكون عالية لرفع أسعار الفائدة للجنيه الاسترليني. كيف أثر ذلك على الأسواق؟ نبدأ بتحليلنا أو جولتنا اليومية على الأسعار مع الجنيه الاسترليني. على الرسم البياني للساعة نجد أن الاتجاه فنيا صاعد. لماذا الاتجاه صاعد؟ لأنه الأسواق تحقق قمم أعلى من القمم السابقة وقيعان أعلى من القيعان السابقة، ووصل سعر الجنيه الاسترليني لمستويات 1.4376، وهي الأعلى في عام 2018، ونتداول الآن عند مستويات 1.4430 تقريبا. أما عن اليورو مقابل الدولار، فنلاحظ أيضا بداية اتجاه صاعد من يوم 12 أبريل ولغاية الآن، ولكن بعض التراجع في الساعات الأخيرة حاليا، ونتداول عند مستويات 1.2364، ولكن حسب القمم والقيعان يعني يعتبر نوعا ما الاتجاه صاعد، ولكن هذه المستويات مهمة جدا لأنها نقترب الآن من القيعان السابقة عند سعر 1.2364. أما عن الدولار مقابل الين الياباني، فطبعا الأداء سلبي مستمر للدولار أمام الين الياباني، وطبعا أبرز مستويات الدعم هو النطاق ما بين 106.70 إلى 106.80، يعتبر هذا نطاق فني ودعم فنيا قوي على الرسم البياني للساعة. أما عن الذهب والمعدن الأصفر، نلاحظ أن الاتجاه ما زال نوعا ما في اتجاه عرضي، فبالاتجاه العرضي طبعا نشاهد أبرز المستويات للدعم عند 1340 يتداول عندها حاليا الذهب، ومستويات المقاومة عند 1350 أو 1349 حاليا. أما عن الأسواق الأمريكية وتحديدا الداو جونز، إذا ما نظرنا إلى الرسم البياني اليومي نلاحظ فنيا أن السوق ما زال يعني منفذ للاتجاه الهابط بعد صدور شكل الرأس والكتفين واختراق خط العنق الأصفر. السوق يرتفع مجددا، ولكن ما زالت هذه المستويات مهمة جدا ومراقبة، طبعا لابد من مراقبة الأسواق عند هذه المستويات لأنها مهمة جدا وتعطي يعني نظرة مستقبلية فيما إذا كان السوق سيستمر بالصعود أو يعاود الهبوط، فهذا المستوى يعتبر هام جدا. عفوا. أما عن النفط، النفط حاليا طبعا كما تحدثنا سابقا بعد الارتفاعات الكبيرة التي حصلت يعني نوع من السلبية تطغى عليه في اليومين السابقين وتراجعات، ولكن تبقى بسيطة. نتداول عقود النايمكس عند 66.25 تقريبا، وهي القرب من مستويات الدعم عند 66.15. أما عن ما تنتظره الأسواق يوم غد، فطبعا موضوعين مهمين ينتظرون الأسواق يوم غد، وهو أولا تقرير مخزونات النفط الأمريكي بالإضافة إلى قرار الفائدة الصادر عن المركزي الكندي. هذا كان كل شيء لليوم، وشكرا جزيلا لكم، وانتظرونا في تقرير يوم غد. السلام عليكم.